اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أعلنت عن فوز دكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد في الانتخابات التي أجريت اليوم. النهاردة كان في انتخابات فيها منافسة شديدة جدا على منصب رئاسة حزب الوفد بين المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب. دكتور عبد السند يعد هو الرئيس التاسع في تاريخ الحزب ويعمل أستاذ ورئيس لقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة المنوفية ويترأس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية وله أكثر من 15 مؤلفا في القانون. نبارك لدكتور عبد السند ونقول مبروك لحزب الوفد ممارسة ديمقراطية ونجاح مش هنقول بقى وجه جديد على حزب الوفد اللي هو وكيل الحزب منذ فترة لأستاذ قانوني. مساء الخير أولا دكتور عبد السند. مساء الخير. ألف مبروك على حضرتك الفوز برئاسة واحد من أعرق الأحزاب المصرية وأقواها تأثيراً على الساحة السياسية على مدى سنين طويلة. لا عفوا، هو أعرق الأحزاب السياسية في تاريخ مصر السياسي كله. بالضبط. النهاردة أجواء الانتخابات يعني بعد الفوز حضرتك تقدر تقول لنا بقى بكل صراحة كده اللي كانت الأجواء صعبة وشديدة كون كمان يعني وكل يعني التقدير للمستشار بهاء الدين أبو شقة يعني واحد من أعلام حزب الوفد، إخبار الانتخابات وكواليسها كانت إيه؟ والله كواليس الانتخابات هي كانت طبعا يعني منافسة مش سهلة. المستشار بهاء رئيس الحزب لمدة 4 سنوات ووكيل مجلس الشيوخ، ودي الفترة الثانية ليها، يعني قدم الحزب والناس جربته وشافت الأداء. وأنا تقدمت، أنا كل له كل تقدير واحترام من الناحية الإنسانية ومن الناحية المهنية، ولكن من الناحية السياسية لا، أنا مختلف معاه تماما. فكنت بقرا إذا الأمر بيعرض على الهيئة الوفدية، إذا رأوا من هو هيختاروا هيختاروا استمرار سياسة الأربع سنين القادمة. وأنا ساعتها قلت عن نفسي إني هأترك الحياة السياسية تماما، أما إذا تم اختياري فسأنفذ البرنامج بتاعي اللي هو تحقيق أهداف الحزب الوفد ومنهجه وفقا لما هو منصوص عليه في لائحة الحزب أو قانونه. الحقيقة اليوم مر وكان نموذج، لأن الحضور كان كبير رقم واحد، أول مرة يكون في إشراف قضائي كامل. العملية الانتخابية ما بين انتهاء العملية الانتخابية الساعة 5 قبل الساعة 6 كان تم إعلان النتيجة. وتم الفوز يعني على كل لجنة. أنا عايز أسأل حضرتك، إحنا يعني بالتأكيد هو حزب الوفد حزب عريق ولا جدال ولا غبار على الديمقراطية التي أجريت بها الانتخابات. أنا عايز أسأل حضرتك، كون حزب الوفد صاحب خط ورؤية وهوية سياسية واضحة، إيه الرؤية الجديدة اللي حضرتك شايف أنها ممكن تكمل مسيرة حزب الوفد، أن تأتي بجديد في الفترة القادمة؟ رؤية حضرتك إذا أمكن تلخصها في لا، هي رؤيتي مش رؤية جديدة. أنا في رأيي الشخصي كان في الأربع سنوات السابقة كان حزب الوفد أداؤه من الناحية السياسية ومن الناحية التنظيمية داخل الحزب كانت للأسف الشديد مش موجودة. فأنا بقول عودة حزب الوفد يعني يعود حزب الوفد ليقوم بدوره أنه يدور القاطرة المعارضة في الحياة السياسية في مصر ويباشر يشارك في الحياة السياسية وتفعيل لجانه ويتم تشكيلها بالانتخاب. للأسف اللائحة بتقول تشكل جميع لجان الحزب في الانتخاب في الأربع سنين كلها تم التعيين. مسائل
العلاقة وتفعيلها ما بين نواب الحزب والحزب نفسه، الحزب ده الحزب سياسي ويمارس السياسة من خلال نوابه، فإذا كان نوابه يعني بعد الانتخاب سواء في قبل الانتخاب الجديد أو اللي قبل كده ما شفناهمش، رغم إن قانون الحزب أو اللائحة بتنص على إن الأداء البرلماني واستخدام أدوات النقابة أو الأدوات النقابة البرلمانية كلها بيبقى في تنسيق مع الحزب، بل وحتى في أخطر الوسائل النقابية اللي هي الاستجواب والتحرش الثقة لا يجوز أن يمارسها العضو إلا بعد الرجوع لرئيس الحزب، ويكون في تواصل ما بين الهيئة الأعضاء الهيئة البرلمانية نوابا وشيوخا ومع الهيئة العليا في الحزب ومكتب التنفيذ، كل ده ما شفناهوش. ده كلام جميل وكلام مطمئن جدا. فكرة تفعيل الجانب التنظيمي يعني وتفعيل لجان الحزب وإعادة مشاركته في حياة سياسية، أعتقد أنه كل مشاركة سياسية وحزبية هي إثراء للحياة السياسية في مصر. أخيرا يا دكتور، أول مكالمة جت لحضرتك النهاردة كانت من مين بعد الفوز؟ يعني هقول لحضرتك حاجة، يعني بس أنا شايفة تهاني كتير قوي قوي. اللي يقدر يحكم على الفوز اللي داخل المقام الانتخابي وشاف الناس وشاف المظاهرة، يعني مش عارف أقول لحضرتك المساكة كانت عاملة إزاي، يعني الناس يعني الحقيقة يعني مشتاقة أن يعود الحزب يمارس دوره ويقوم بدور السياسي والمشاركة ولا يتم إخفاء أحد، يعني في مسائل كتير خلت الناس يعني في فرحة عارمة وتواطؤ حوالين وداخل الحزب نفسه، ومش هقدر اقول لك المئات فضلوا غير. الف مبروك. اكيد. نعم. متوقع. نعم. يعني وبشكرك على مداخلتك معنا النهارده في برنامج التاسعه دكتور عبد السند يمامه الرئيس الجديد لحزب الوفد. الحقيقه الحزب الوفد اللي مكانته خليني اقول مش بس السياسيه، العاطفيه كده عند المصريين، احنا بنفرح لاي عوده وصحوه وتواجد، والحقيقه انه هو بناء على تاريخ طويل لحزب الوفد وتاريخ ممتد. يعني اعتقد ان حزب الوفد من الاحزاب تحديدا اللي محظوظه بالحته دي، سواء كنت منتمي لها ام غير منتمي لها، تكن له احتراما شديدا وتقديرا شديدا لمسيرته الطويله والممتد.